السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الفيديو راح نواصل بعد انقطاع طويل النتائج أو الخطوة المهمة اللي سويتها في مشروع هذه الليمونة اللي تذكرونها في هذه الأصيص، واللي طبعا ما شاف بداية هذه السلسلة راح يطلع عندكم الرابط في أعلى الشاشة راح تشوفونه. فراح أجرب الكاميرا أكثر وراح نتكلم عن اللي صار ووين احنا واصلين الحين وشنو أساسا كانت الخطة وشنو نجح وشنو ما نجح. اللي تذكر كانت الشيرة هذه بعد ما نقلناها تركناها تنمو وصارت شوي كثيفة، وراح تطلع عندكم صورة للشجرة قبل ما نسوي لها هالعملية كلها. فهذه صورة الشجرة قبل لا نسوي لها أي عمل. اللي سويناه عبارة عن أن قلمنا الأغصان وخلينا غصنين رئيسيين اللي هما هذه الغصن اللي هو هذه وهذه الغصن، وقمنا بالتركيب عليهم. هذه ركبنا عليها صنف من اللوم الأخضر أو الليمون الأخضر اللي يسمونه البيرز لايم أو الليمون الفارسي، اللي هو ليمون أخضر كبير يكون عالي الجودة. طبعا هو صنف معرف، يكون ليمون أخضر كبير غني بالنكهة وعالي العصارة، يعني غني بالماء ولكن بدون حب، فهذه ميزته. وهذه الغصن اللي ركبناه هني اللي هو الينبن لزبن ليمون اللي هو نوع من الليمون الأصفر الكبير، فهذه ليمون أصفر وهذه عندي ليمون أخضر. كان في هني عندي غصن ثالث حاولنا نركب عليه جريب فروت، الجريب فروت الأحمر، ولكن الغصن مات بعد ما سوينا عملية التركيب. الغصن القلم المركب كان حي ولكن الغصن بدأ يموت، يعني الغصن نفسه اللي مركب عليه بدأ يموت فالتركيبة ماتت، فاضطريت أقطعها وتركت غصنين ينمون. هذه ما أعرف اتجاه المشكلة إلى الداخل فيمكن أزيله، ولكن هذه الغصن اتجاهها زين بهذا الاتجاه فيصير عندي شكل منفتح، فراح أخلي هذه الغصن. هذه يمكن أزيله فأساس أن الشجرة تركز طاقتها على الأغصان المركبة، ما أبغيها تركز طاقتها في مكان ثاني. فلما عندنا شجرة مطعمة مثل ما تكلمنا في الفيديو اللي تكلم عن تنظيف الأغصان أو الأشجار المركبة، وراح أيضا يطلع عندكم الرابط في أعلى الشاشة، عندي هذه نقطة التركيب وراح أراويكم اللي أقصده بشكل أجرب. مثل ما احنا شايفين هذه القلم اللي ركبناه، فهذه الجرح او نقطة الاتصال بدأت تلتئم فصار في التئام والجرح بدأ خلاص يتسكر كامل. اللي كنت اقصده ان هذه البراعم هني طبيعي ان بين فترة وفترة تطلع عندي نموات جديدة من الاصل المركب عليه الاساس اللي هو الليمون الاخضر اللي فيه حب، فأي وقت أشوف أي نموات لازم أزيلها وهي صغيرة على أساس طاقة الشيرة تركز في تغذية هذه الغصن وتركز طاقتها في على أساس أنه يصير أقوى ويكبر ويثمر لي بشكل أحسن. فما نترك أغصان تنمو تحت نقطة هذه التركيب، أي شيء تحت نزيله إلا مثل ما ذكرت في حالة أن أنا أبغي أزرع غصن جديد مثل ذاك الغصن على أساس أنه نركب عليه صنف ثالث وممكن مستقبليا صنف رابع. طبعا البعض راح يلاحظ أن في بعض الأوراق عندي إصابة حفرة الأنفاق، هذه السنة للأسف حفرة الأنفاق جدا نشطة ومغربلتني الصراحة، ولكن يعني أحاول أن دائما أرش النبتة وكذا. ولكن هذه الغصن اللي هو الليمون الأصفر لاحظ ان معنا هو اول غصن نبت، هو اول غصن بدأ ينمو بعد التركيب، ولكن بسبب الحشرات وحفرة الانفاق والعناكب نموه صار شوي ابطأ من الغصن الثاني اللي هو الليمون الاخضر او الليمون الفارسي او البيرز لايم. فهذه الغصن الاصفر ولكن الحمد لله في نمو، في انتعاش، في اطراف قاعدة ترد تنمو، فالحمد لله وضعه يعني لحد الحين زين، يعني ما أقول وضعه صعب، لا بالعكس الحمد لله وضعه زين. ولكن لاحظت أن الظاهر الليمون الكبير معرض للحشرات أكثر من الليمون الأخضر، لأن عندي نبتتين ثانيين ليمون كبير
لاحظت فيهم ايضا اصابات حفره انفاق تكون جدا سيئه يعني. ف يعني مع ان هذه الاوراق اللي تكون سيئه بهذا الشكل ازيلها واتخلص منها على اساس شوي اقلل من المشكله، ولكن مع ذلك ترجع وترد، مع ان ارش اسبوعيا اذا مو مرتين في الاسبوع بالنيم على اساس شوي احافظ على او احاول ان اقلل من المشكله. فالفكره في الاساس من هذا المشروع ان راح ان شاء الله يصير عندي ليمون اخضر هني، ليمون اصفر هني، هذه راح نخليه ينمو وينطلق الى ان شاء الله الموسم الجاي نشوف حجمه اذا نقدر نطعم عليه. هذه مثل ما قلت لكم راح ازيله لان ما ابغي شيء ينمو عندي الى الداخل، ابغي ينمو الى الخارج على اساس الوسط يكون مفتوح والشمس تقدر تدخل في الوسط ويصير عندي تهوية. هذه الغصن ما ادري، يمكن ازيله يمكن اركب عليه، يعني يمكن نقطع هني ونركب عليه اذا صار. الفكرة الاساسية من المشروع الحين راح اكشف لكم الفكرة ككل في المشروع. الفكرة انه نبي نستغل اذا انا عندي شيرة واحدة او مساحة حق شيرة واحدة، انا مو بمحدود ان ازرع شيرة واحدة، ممكن اختار شيء من عائلة معينة انا احبها، مثلا الحمضيات، فازرع ليمون اخضر، ليمون اصفر، ممكن اركب برتقال، وممكن اركب في الجهة الثانية جريب فروت او اي شيء من الحمضيات. فتكون شيرة واحدة عندي تعطيني اربع انواع من الثمار واستغل مساحتي بالشكل الافضل مع الوقت. فهذه فكرة المشروع، وإن شاء الله راح نستمر نواصل المشروع، وما يعني إن كشفت لكم الفكرة أو الهدف من المشروع معنات إن راح انقطع عنكم، إن شاء الله لا، راح أواصل بإذن الله. فراح نستمر ويا هالمشروع ونشوف تطور هذا المشروع إن شاء الله. في نقطة هني حاب أذكرها لكم، إن راح تلاحظون هذه الأوراق الصفراء اللي أنا ملصقها هني، هذه الأوراق على أساس البعوض الفطري أو الفانجس ناتس مثل ما يسمونها، على اساس ان الصقها واقلل من مشكلتها، لان هذه المشكله هي نفس الذباب الصغير او البعوض الصغير اللي تسويه انها تبيض في التربه ويرقاتها تبتدي تتغذى على جذور الشجره، ففعلا تتعب نمو الشجره. فهذه الطريقه عضويه بدون رش ان نحارب البعوض الفطري او الفانجس ناتس. فهذه السنه بالذات صار عندي مشكله في الحديقه بكثره في كل مكان، فبديت انشرهم عندي واستخدمهم. فلما يعني اشوفهم مليانين بهذه الطريقه ابدلهم، احط قطعه ثانيه ونستمر ان نحاول نكافحهم قد ما نقدر. فاللي عنده اي سؤال او اي استفسار بخصوص هذا المشروع او اي مشروع ثاني او موضوع ثاني تكلمنا عنه او ما تكلمنا عنه، ممكن يتركها في قسم التعليقات وإن شاء الله راح أحاول أجاوب أسئلتكم بأسرع وقت ممكن، وأشوفكم إن شاء الله في الفيديو الجاي. في أمان الله.